السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ جمعه مباركه، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم البنات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بافضل الاحوال. اليوم غنشارك معكم نهاري ان شاء الله، غنشارك معكم كسكسو ديال اليوم الجمعه. يا ربي ترحم موتانا وموتى المسلمين ويرفع علينا ربي هذا البلاء ان شاء الله. المهم البنات بقاو معايا وما تنساونيش من لايكات 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 عفاكم، ونساوناش من لايكات كما قلت لكم. واللي ما مابونيش في القناه ديالي يضغط على زر الاشتراك الاحمر ويشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ديالنا. المهم البنات خليكم معايا حتى تشوفوا التحضير ديال الكسكس، وغتقيلوا معايا دوزوا معايا هذا النهار ما فيها باس. يلا السلام عليكم حتى نتلاقاو. بسم الله على بركه الله البنات. كما تشوفوا هنا انا عندي بصله كبيره شلتها على شكل عشوائي، غادي نضيف عليها اللحيمات اللي عندنا. غادي نضيف عليهم ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم محكوكين والقليل من الزيت ومطيشة كبيرة محكوكة حتى هي، هي اللي تتعطي ديك الخطورة. ملعقة ديال الخرقوم ونصف ملعقة كبيرة ديال الابزار وملعقة كبيرة ديال سكنجبير، ملعقة ديال السمن الحار اختياري، شويه ديال الملح والقزبر والمعدنوس. البنات انا خليتها تتشحر مزيان، غادي نضيف الماء ساخن على هاد اللحيمه هادي. من بعد طبعا ما غادي تشحر، الماء الكافي اللي غيكفيني هاد اللحم. البنات انا حليت على الكوكوط هاد اللحيمات، مازال خاصهم غير واحد شويه وغادي نحيدهم. من بعد ما غادي يطيبوا غادي نحيدهم. دابا غادي ندهن الكسكسو ديالي وغندير فيه الملح والزيت باش نحلو. طبعا انا غسلته، انا كسكسو دائما تنغسلو، فانا دهنته وحليته بالملح والزيت وغادي نردو يتفور ان شاء الله. غادي نحيد هاد اللحيمات اللي طابو كما تشوفو، فاللحيمه طابت مزيان غنحيدها. الحجم ديالو سبحان الله تيقل من بعد الطياب، المرقه كش تشوفو ملبيه. انا غنضيف هنا خزو يعني الجزر، وغادي نضيف المكور واللفت، غادي نضيف عليهم الماء الساخن وغنردهم يطيبوا. من بعد عاد نضيف الخضار الثانيه. كما تشوفو انا زدت ضفت التوابل باش تجي الخضره شاربه ديك التوابل مزيان ولذيذه. البنات من بعد ما تفور لي تفور الاولى فهو مازال ساخن، زدت عليه القليل من السمن وغادي نبقى تنحلو بشويه ديال الماء حتى ينشف عاوتاني، عاد نردو التفويره الثانيه. وبالنسبه للخضر الاولى فانا غتشوفوني دابا غنحيدها وغادي نضيف الخضر الثانيه اللي هي بطاطا والقرعه خضراء والقرعه حمراء ومطيشه والحار. كما البنات انا من بعد مساله الطياب ديال الكسكسو غادي نبدا بالدريساج ديال الكسكسو ديالنا. طاب والحمد لله جا زوين، الريحه زوينه. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات. ما تنساونيش من اللايكات وما تنساوش تابوناو الا كنتو ما مابونينش في لاشين ديالي. اللي عجبته لاشين ديالي طبعا، اللي ما عجبتوش راه ما غاديش يشارك. المهم البنات مازال ما ساليتش معكم، مازال الفيديو ديالنا ما سالاش. انا غادي ندريسي هاد الطبسيل، هذا الطبسيل غنخرجو ان شاء الله بحول الله الله يقبل. ومن بعد ما غادي نسالي باذن الله ونتغدى، وغادي ندير الكوطي اللي غيكون عباره على المخنفر. غتشوفوا الطريقه ديالي ديال التحضير ديالو، غادي نديرو غير صغور. المهم خليكم معايا حتى الاخر.
كما تشوفوا البنات انا غنضرب خنفر اللي عندي فيه زلافه ديال السميده وزلافه ديال الطحين الممتاز وقبسه الملح وخماره وفانيليا ومعلقه ديال سنيده ومعلقه ديال الخميره ديال العجينه وجوج بيضات. كما شفتوا انا درت الخميره تتفاعل مع بسمه الله. غادي نضيف المكونات الجافه كما تشوفوا الملح والسميد والدقيق الممتاز وغنضيف عليهم الخميره اللي تفاعلت ليا مع معلقه ديال سنيده وغادي نضيف ديك الزلافه الاولى ديال الماء وغادي نبقى تنخدم بيدي على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. غنخدم هذه المكونات جيدا. دابا غادي نضيف عليهم ديك الزلافه الثانيه ديال الماء وغنبقى مستمره في الخدمه ديالي حتى يتطلق لي هذه العجينه وما تبقاش متكتله وتجي سهله. فانا غنبقى على هذه الطريقه البنات حتى ترخى لي هذه العجينه كلها وتتفاعل لي الخميره مع كل شيء. خديت الفانيلا ديالي درتها في مولينيكس وغنضيف عليه هذوك جوج بيضات وغادي نضيف عليهم داك الخليط اللي خدمت بيديا ومن بعد غادي نضيف الخميره وغادي نخدمهم وغادي يجيو على هذه الطريقه هذه. الخليط ما تيجيش ثقيل وما تيجيش قاصح تيجي على هذه الطريقه هذه. البنات انا هنا خديت مقلاه صغيره غنديرهم غير صغارين احسن تيجيو زوينين. فغادي نبدا ندهن في الوسط وهانتوما غتشوفوا معايا الخليط ديالنا ما خمرات من العجينه عفوا ما خمرات. غادي نبدا ندهن المقلاه وغنبدا نضيف الكميه اللي غنحتاج على هذا الشكل اللي غادي تشوفوا. غادي نبقى نكرر هذه العمليه كل مره. البنات غير تتبدا هكا تتقب بحال البغرير تنبقى نرشها بالزيت والزبده وتنقلبها على كل جانب اللي طاب ليا وتنبقى نكرر هذه العمليه المهم حتى تنسالي داك الخليط كله اللي عندي. المهم حبيباتي كما تشوفوا هو جا على هذا الشكل هذا. نتمنى من الله يعجبكم هذا الشيء اللي درت اليوم هذا الكسكسو وهذا المخنفر. فانا دهنته هنا بالزيت عفوا دهنته بالزبده والعسل كما تشوفوا جا رائع تيجي في قمه الروعه وتيشهي لذيذ لذيذ بزاف. نتمنى البنات الى عجبكم هذا الشيء اللي درت اليوم تابوناو في لاشين ديالي وتفعلوا الجرس وديروا لايكات وشكرا لكم.